والله ثقة المشاهدين وفريق العمل والنوايا الطيبة كلها عوامل مهمة. التمكين الرائع الحقيقة من هيئة الإذاعة والتلفزيون وخلق البيئة المناسبة للعمل. إذا كان عندك طاقم من الناس اللي يعملون معك، لأن منظومة ذات، أنا أسميها منظومة ذات وليس فرد. أنا فرد وترجم ممكن على الشاشة أن اللي أخرج وحيد، لكن الجيش الموجود وراء يعمل ليل نهار على إخراج هذا البرنامج. احتفال جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تقديم ما يليق بذائقة المشاهد. وبالتأكيد شهر رمضان يعتبر موسم لكل القنوات التلفزيونية في تقديم محتوى مميز ويليق بتطلعات المشاهدين.